أبو هبة، أنا خلصت لك على كل الشركة. يا ريتك كنت موجود وتشوف وشوشهم ساعة ما عرفوا إنك خرجت من المستشفى. كانوا هيموتوا. الحمد لله، لولا إنك بتتابعني وقلت لي على الحيوان اللي كان هيموتني وأنا في المستشفى. إيفان ما يفرطش في رجالته خالص يا أبو هبة. اسمع يا أبو هبة، أنا عايزك تبعد خالص عن كين. أمرك. انسى. بعدين في حاجة تانية. أمر. الشركة ما تحاولش تصطدم بيها. احنا مش لوحدينا في الدنيا يا أبو هيبة. في اجتماع دلوقتي عايزك تسمع أكتر ما تتكلم. تمام؟ من كده قلت لك سمعتيش كلامي. خوي جيبيله عيل تاني. عيل اجيب لعطية عيل وانا عارفه انه بيخوني؟ ده كل يوم بيبعد اكتر من اللي قبله. لما بتيجي سيره بابا بيرجع ذليل. لا مش هقدر استحمل النفاق ده. انا عايزه اتطلق. لا بقول لك ايه، ما عندناش بنات تقول كده، سامعه ولا لا؟ اقول ايه يا ماما؟ ده كل يوم مع واحده. عيب وهيتصلح يا بنتي. ابوكي كان اكتر من كده. بس الحمد لله. Thank you.
الناس دراب يا ابو هبه. ابو هبه لوبت بريكلوتشيني توتشينا. طالما بنعمل حساب كل حاجه او فاهمين دماغ الناس وكله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحة بتكفي نفسيها أو تكسب. أتليتشنا أتليتشنا probably probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt. I know there are no official wars between countries, but they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Haba. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي. يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسيها. أو دول برضك سلاحهم معروف. لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون. تجار مخدرات أو متطرفين ودول ملهمش أمان. You know your brother Hakam and his son Khalaf already took some heavy arms before. خلاص خلي السلاح التقيل لكين وخلينا انا في اللي بعرفه. ساديس صبراني شوني كونشنس. ساديس السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهل قوي غير السنين اللي فاتت. انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوه بالسنين اللي فاتت. انا الحقيقه يا جماعه مش قصدي اضايقكم خالص على الاطلاق، بس الحقيقه برضو يا ابو هيبه ان انا في السنه اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي انت قدرت تبيعه يا ابو هيبه، ومش عايز اضايقك برضو. The arms market size in the Middle East, according to our statistics in the past 10 years, is around 70%. Egypt alone amounts 39%. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts. And not only in Egypt, whole the region. By the separate notice, I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружия в мире. Да. Но Кин. Кин увеличил свои продажи от 10 до 30% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено?
مقدومة. أبو هيبة، أبو هيبة، لو فاكر نفسك حاجة تبقى تعبان، طلعت ولا نزلت مالكش عازة يا جامد. هتشوف بكرة اللي ملوهش عازة ده يعمل فيك إيه يا أبو هيبة؟ حسابك كبير جواكين، واني هحاسبك عليه كله على بعضيه. صعب يا ابو هيبة صعب، اصل انا ماليش ملكه يا ابو هيبة، لا ليا عزوه خاف عليها ولا ليا ارض ولا ليا وطن. لو فكر العزوه ملكه تبقى غلطان، عزوه ابو هيبة هيبة. هو انت ما عرفتش ان اخوك جاي لغايه عندي وعايز يشتغل معايا؟ يا فرحتك بعزوتك يا ابو هيبه. بقول لك ايه، ما تسيب تجاره السلاح دي واشتغل في اي حاجه تانية، اشتغل خضبه مثلا. انا هوريك شغل الحريم اللي انت منيهم. فرق بيني وبينك انك اعمى، ما بتشوفش غير اللي معاه التمن، لكن اني عندي قانوني. الشمال ملوش قانون يا ابو هيبة. الشمال لو اتساب هتولع. هتولع ده كل ما تولع نشتغل اكتر يا ابو هيبة. تجارة تجارة يا ابو هيبة، والتجارة شطارة. ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها. بطل الوهم اللي انت فيه ده يا ابو هيبة. اللي يبيع ما يخافش، واللي بقول لك يا ابو هيبة، انا لو منك تروح تعمل جمعية خيرية كده تحل فيها مشاكل الصعب. وانا لو منيك افتح سيرك ولم فيه تعابين ونسانيس واعمل بيهم نمرة. لسه من اخيرك فوق، لسه. فاكر ان انتوا ناس واحنا ناس، عرب واحنا ملناش جذور. مش كل القديم اثر يا فالصو، ومش كل الجذور ليها نسب. انا هقفل عليك وامنعك تغرقنا بشر اعمالك. وانا هفضل وراك يا ابو هيبه لغايه لما احط في كل ايد سلاح. اللي هتديله سلاح هاخده مني واضربك بيه. بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي زي احلم؟ ايوه، لكن انسى؟ لا، اللي جرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدغ، واني ما بنساش يا كين، ما بنساش. رد بقى. ممكن تساعديني؟ حمزة يا حبيبي انت كبرت، ساعد نفسك بقى. مش معقول كده، محدش في البيت ده بيعمل لي حاجة. أنا هقول لجد أبو هيبة وهو هيجي يضربك. إيه يا أحمد ما بتردش عليا ليه؟ مش قلت لك ما تسيبش عطية لوحده؟ أنت بتقول إيه؟ ده فين ده؟ طيب أنا جاية. سلام. عطية فين يا احمد؟ هلاقيه في المشروع الجديد يا امينة. ازيك يا حمزة؟
امين يعني هكون فين يعني؟ سايب البيت وجاي وسط العمال اللي هي بنت عمي. كنت عارف يا عطيه انا لو قفشتك. تكفيش ايه بس؟ هو في حد يقدر يزعل ست الكل؟ ام حمزه؟ نقعد بقى نتخانق بقى، لا انا عايز اروح عند جدي. يا سلام. يلا بينا يا معلم على جدك. يلا. مش يلا ولا ايه؟ يلا. حبيبي يا حمزه. ألف 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 مليون مبروك. مبروك يا بيه. لعلمك بقى الباشا بتاعنا أول مرة يخرج حد من غير ما يمس عليه حتى بتعويض. مش كفاية 100,000 جنيه كفاية؟ يا حبيب قلبي 100,000 مبروك. بس لما تيجي في الفلوس سنة ولا كنت خدت لك سنة ولا خمسة سنة كنت بقول لك إيه؟ لا سنة ولا خمسة أنا عايز أروح. ألف مبروك. وخلاص هانت أهي. هتطلع من هنا على اسم الدكتور. كنت فين يا رولا؟ بقالك 3 ايام برا البيت. كنت في السخنة مع صحابي. السخنة؟ احنا مش اتفقنا بلاش الحبتين دول وتعمادي شوية؟ معلش بقى نسيت، المرة الجاية هعمل. بس انت عارفني بقى، ما استغناش عن الشقاوة. انا اسفة بقى. عماد يا رولا، عمادي. ما انا قلت اسفه. رجالتي كل يوم بيروحوكي سكرانه. اللي يسمعك بتقول كده يقول انك بتخاف على شكلي وصورتي قوي، ما يعرفش انك واخدني من بيت ابويا صفحه بيضة ومعلمني كل حاجه، ولا انت ناسي انت معلمني ايه؟ رولا بطلي شقاوة. ها
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. استنى يا أخوي. ما تتحركش يا منصور، ما عايزكش تتحرك لحد ما خرم العروسة. ريح روحك يا غنيمة، العفاريت ما عرفوش يعملوا معنا حاجة. ما خايفاش عليك من العفاريت، خايفة عليك من أقرب الناس ليك. غنيمة أعمل إيه بس؟ ما طيقاش حد منيهم يقعد عندينا. غنيمة يا ربي حذرني يا منصور، كل ما عيني في عينيها تيجي النار تولع فيا. انت عارف ان زكية دي قص الشر كله. ارميها من راسك يا غنيمة، روق دماغك، لا يعلموك الغلة يا بنت عمي. كابش النار محروق بيها، افهمي بقى. من عين زكية ومن عين حكم ومن عين عيالها، ربنا يخليك لينا يا رب ويكفيك شر العيال. قادر كريم كنت مروح، لحقتني قبل ما امشي. ما انا لازم الحق، هو انا ليا حد غيرك؟ يعني اللي ليا حد غيرك ده احنا نقعده ونقعده ونقعده يا جاوي. بيحبني وقال لي هيتجوزني وقال لي هيسفرني وقال لي هيديني 100,000 جنيه وضحك عليا. حتى شوفي خلاص. أما لو بابا وماما كانوا شافوا الفيلم ده ولا نزل على النت كنت هعمل ايه؟ تديني الكاميرا بالقرف اللي فيها ده بكام؟ 100,000 جنيه. هديكي 100,000 جنيه بس ما اشوفش وشك لا هنا ولا عند عطية تاني. افراس السنة هنبن العقود. بس انا قلقان شوية من كين. كين جاي على ارضي والعقود هتطمد هناك في قريتنا. أظن كين يده مغلولة. بالعكس، إحنا اللي في المسؤولية. لو أي حد جراله أي حاجة في الفندق بتاعنا إحنا اللي هنشلوها. عشان كده عاوزك تنفذ كل اللي هقوله لك بالحرف، بيني وبينك مفيش طرف تالت. قدامنا فترة على رأس السنة، ها؟ تروح الفندق مرة واثنين وتلاتة، تغير بتوع الأمن وتجيب ناسنا. بس خلف أخويا ممكن يعملها حكاية. أنا أخو الصغير. عاوزك تجيب لي خلف الليلة دي، عاوز أشوفه وأنا في الاجتماع من غير ما تقول له حاجة.
أمينة كويس إنك صحي، أهو نقعدوا مع بعض شوي. ده أنا حتى جايب لك هدية. وأنا كمان شايلة لك معايا هدية. وقذر. ويا بنت الكلب. الحمد لله. السلامة. ما تزعلش مني يا كين. هزعل. ده كلام برضو، لو اتكررت تاني مش هتنزل من هنا. توبة 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 توبة. على فكرة أنا خصمت منك 100,000، يعني هتشتغل عندي ببلاش بقية عمرك. بس لو أبو هيبة ما ظهرش في شرم الشيخ، أو يعني قدرت تمنعه أساساً إنه يوصل هناك، هيبقى في كلام تاني. أبو هيبة؟ أبو هيبة. حاضر حاضر. المرة دي الغلطة بفورة، وما تتصلش بحكم اليومين دول، أبو هيبة بيراقب. حاضر. فارس. أمرك. إياك تخط. صلت القمر هناك، مفهوم؟ حاضر حاضر. يا فرحتي بيك. جارلك ايه يا بنتي غنيمة؟ ما عرفاش ليه قلبي بيوجعني تاني. اترك يا منصور اللي فيك فيك، بس انا خايفة عليه ليتعب. ده لسه مراكش. ربنا يهديك يا منصور،
من قلبي ربنا يهديك، وزي كل يوم هسيب النور مفتوح وباب الصبر موار. وادي حمزه لو جريت زي عوايدك ما هاخدكش معايا. ها مش عايز اروح. بس هواد حمزه عيب كده حبيبي، هندخل نسلم على تيتا زكية. ايه يا قمر؟ ما ناوياش تزوروني عاد ولا يا ام عطيه؟ وماله يا عطيه؟ بس ابو هبه يؤمر الاول. وبابا ماله ومال الزياره يا طنط؟ اسالي غنيمه وهي تقولك يا حبيبتي. انا عارفه ان انت طيبه يا امين، بس نظرك ضعيف على قده ومش قادره تشوفي كويس. أنا نظري 6/6 يا طنط. معلش عن إذنكم أنا هروح أشوف حمزة عشان نمشي. بالسلامة يا مرات ابني. بقول لك إيه يا واد؟ عيال كريمة عاملين معاك إيه؟ ولا الهوى، ده حتى عيب السؤال ده يا أبو عطية. جدع يا واد، ابن زكية بصحيح. هو أنا خلفت غير عطية؟ روق، بكره هتركب يا عطيه وهبقى افكرك يا باشا. حبيبتي يا ام عطيه حبيبتي. ليه؟ سيدي ابو هيبه محرج علينا ما بيعرفش السيد الصغير يا جدو.